أول حلقات هذا العام من البرنامج كل عام وأنتم إلى الله أقرب وعلى طاعة الله أحرص وأدوم. كل سنة وانتم طيبين وإن شاء الله تكون سنة خير وسعادة وتحققوا فيها كل أحلامكم، سنة بلا مشاكل بلا أزمات بلا حروب بلا ضوائق مالية وبلا فساد أو أزمات بيعيشها المواطن، سنة بلا زيادة أسعار بلا اختفاء في السلع والخدمات، سنة يقدر المواطن فيها يتنفس هواء نظيف بلا مشاكل وبلا ضغط حكومي. أتمناها تكون سنة خير على بلدنا وعلى الأمة العربية والإسلامية وعلى العالم كله. سنة ينتهي فيها الحرب اللي بيتعرض له أهلنا في قطاع غزة على مدار 3 شهور فاتت. سنة أيضا ينتهي فيها الحرب الأهلية اللي بتقتل أهلنا في السودان على مدار أكتر من عام. سنة يتحل فيها المشاكل الداخلية وتتحل أزمة التضخم وزيادة أسعار الدولار وزيادة أسعار السلع. سنة يتوفر فيها الخدمات الأساسية للمواطن من مية وكهرباء وصرف صحي وتعليم وصحة. سنة يقدر ياخد فيها المواطن حقه، مش بنقول ياخد أعلى حقوقه لكن ياخد الحد الأدنى من حقوقه كمواطن بيتمتع بكامل أهلية في دولة المفروض بيحكمها قانون ودستور. دي أمنياتي في بداية هذا العام لحضراتكم بسنة سعيدة علينا وعليكم، إن شاء الله تكون سنة خير على بلدنا وعلى الأمة العربية والإسلامية.